الإذاعة الوطنية تقدم لكم وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا. برنامج يرمي إلى تجلية آداب الإسلام وقيمه السمحة. وقيمه السمحة. للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. وقولوا للناس حسنا. تقديم الأستاذ جهاد الشيخ علي. الحمد لله المحمود بكل لسان، الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان، أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام، صلوات رب البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصفوة خلق الله أجمعين، على النبي الأسعد الأطهر الأكمل الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا إلى يوم الدين. السادة المستمعون الأكارم، طبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، سلام الله عليكم ورحمته تعالى ورضوانه وخيرته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء ملاك الأمر وروح العبادة وجوهر الطاعة، هو زاد المؤمن وملاذ الخائف وملجأ المكروب ومفر المغموم والمهموم. الدعاء أمر يحبه الله عز وجل ويفرح به كثيرا ويغضب على من تركه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أيها المستمع الكريم، إنك كلما أكثرت الدعاء علت درجتك عند الله وزادت حسناتك. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته فيستجيب في الحال، وإما أن يدخرها له في الأخرى، وإما أن يصرف الله عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: إذا نكثر يا رسول الله من الدعاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر، فسبحان الله ما أعظمه، سبحانه ما أرحمه، عظيم سبحانه، ومع العظمة فهو حيي كريم، حيي كريم يستحي أن يبسط إليه العبد يديه يسأله فيها خيرا فيردهما خائبتين. سبحانه ما أعظمه، قريب ممن دعاه، سميع لمن دعاه وناجاه. سئل صلوات الله وسلامه عليه: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لقد ورد الأمر بالدعاء في مواضع كثيرة من قرآن الله رب العالمين، من ذلك قوله جل من قائل سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقوله جل من قائل سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال أهل التفسير تقديرها عن دعائي، فالدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة، به ينقطع الرجاء من المخلوقين، وبه تنزل الحوائج بمالك يوم الدين. فالمؤمن مكثر من الدعاء، مؤمل في العطاء والرجاء، متصل بالسماء. نعم، إن الناس إذا أغلقت في وجوههم الأبواب، وضاقت بهم السبل، وضاقت بهم الأرض بما رحبت، واشتد بهم الكرب، ولم يجدوا من المخلوقين ملجأ ولا ملاذا، فإنهم بدافع الفطرة يهرعون إلى الله، فإنهم بدافع الفطرة يلجؤون إلى الله، فإنهم بدافع الفطرة يلوذون بجناب الله، وينطرحون ويتمسحون على أعتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. أيها المستمعون الأكارم الأفاضل، توجهوا إلى الله بالدعاء، سلوه من فضله وعطائه ورحمته، وتيقنوا من الإجابة، فإن ربكم سميع مجيب. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والرشاد. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدمت لكم الإذاعة الوطنية وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، برنامج يرمي إلى تجلية آداب الإسلام وقيمه السمحة، وقيمه السمحة. للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. وقولوا للناس حسناً.